عشان عندنا عدة مطالب. أول مطالبة إما هو زكان شن دعوة كاريك معنى يا كم يا أمريكي لنا يشني كوميسيوني هالب جارنا كان أو كوميسيوني نبوي أدوخ العراق بيسانا دقيشت بوي أمانويت بقردري تشون كوميسيوني حزب كان نا كوميسيوني كي سر بخوي هالب جارنا كان دوام دجاتي كرني قندل كاران لسرجم دامو دزقا كاني دولادة لفرمانغا بتشوكا كانوا بو فرمانغا قوركا يوم مؤامرة على العراق كبيرة أمرو بلان لسر عراق قوريا ئێستا تورکیا سوپای لە ناوچەی بەعشیقا کۆکردۆتەوە و بە ئاشکرا بۆیە ئێمە داوای گۆڕینی حکوومەت و پێکهێنانی کابینەیەکی تەکنۆکرات دەکەین هەموو ئەمانە لاببرێن و حکوومەتێکی نوێ پێک بهێنرێ بێ جگەلەوە بە هیچی تر ڕازی نابین خۆپیشاندانەکان ماوەی زیاتر لە ساڵێکی تەواوە درێژیان هەیە کە تێیدا داوای ڕەوا دەکرێت کە گرنگترینیان بریتیە لە سزادانی گەندەڵکاران و ئەنجامدانی چاکسازی ڕیشەیی و تواو لا برانبر نهنگکانی گندلی که یاریان به چاره نوسی عراق کردوا عبثت ما عبثو في مستقبل العراق ايما هاتيما را ساحه تحرير طالب كيم وحقوق كرد لانه ظلم كريا لبان كرد لهيج تاريخ نكريا ايما صراحه صدام مردقه للي عرب بس للي كرد نمردقه لانه تا امره هن قرارات صدام هن لبان ما كاركي امرو اگر كردي لبغداد او لا خارج اقلي مختي كوشيغن طالب كيمن وحقوقي كل ما كرر شعبة الاجانب يعني شعبة العشائر المقيدة اضابيرهم حسب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل خاص اذا صدام نمر ظلمي هابان كرد